السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في جزئية النيوروسيرجري، آخر جزء في التروما بتاع الهيد. بيدرس مع التروما، ولكن الكوزز بتاعته ليست تروماتيك. ايه هو آخر حاجة؟ الساب أراكنويد هيموريج. هيموريج أو هيماتوما بتتجمع ما بين الأراكنويد والبياماتر، سب أراكنويد هيموريج. هذا الموضوع السب أراكنويد هيموريج بيتاخد من ضمن البرين إنجريز والهيد تروما، ولكن الكوزز بتاعته ليست تروماتيك. أشهر سبب بيعمل سب أراكنويد هيموريج ربشر السيريبرال أنيوريزم إن ذا سيركل أوف ويلز بنسبة 80%. دي بتيجي إم سي كيو من 75% لـ80% من حالات السب أراكنويد هيموريج، رابشر في كونجينيتال انيوريزم في السيركل اوف ويلز بتاعه البرين. طيب 75 لـ80%، يتبقى كام؟ 10-15% برضو ارتيريو فينوس مال فورميشن كونجينيتال. في حاجات بقى سبونتينيوس، هايبرتنسيف انكيفالوباسي، هايبرتنسيف بليدنج، انتيكواجوليشن ثيرابي، مالجننت برين تيومر وعمل ايروجن للفيسل وعمل بليدنج في السب أراكنويد سبيس. يعني انت عايز تقول يا دكتور ان السب أراكنويد هيموريج ده رابشر في انيوريزم في السيركل اوف ويلز بنسبة من 75 لـ80%، يليه ارتيريو فينوس مال فورميشن، بعد كده شوية حاجات سبونتينيوس هايبرتنشن وانتي كواجليشن ثيرابي ومالجننت برين تيومرز. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ سيفير انتراكتابل هيديك. عيان شخص عادي سنه 20 سنة، أو واحدة سنها 15 سنة، أو 25 سنة، أو 30 سنة. هي دي غالبا بدايات فترات الاسترس، اللي ممكن لو في أنيوريزم وكانت قاعدة ساكتة في حالها مع الاسترس ترابشر. يقول لك يا دكتور أنا من مبارح كأن في صعق وبرق ورعد في دماغي، شوف لي حل. Severe intractable headache like a thunder clap، كأنه التصفير والأصوات الرعد والبرق لما بتخبط في بعضها. بس كده. هيدك من كتر السيفير هيدك بيعمل سبازم في المسلز بتاعت النيك، وبالتالي بيعمل نيك ريجيديتي ونيك بين. وأكيد السيفير هيدك ده بيبقى أسوشيتد مع فوميتنج، لأن أي سيفير بين وأي سيفير هيدك بيبقى أسوشيتد مع نوزيا وفوميتنج up to seizures، صرع في بعض الأوقات. يبقى السب أراكنويد هيموريج sudden intense intractable headache associated with nausea and vomiting with neck rigidity. أي شخص middle age أو young age يجيله الموضوع ده you should suspect rupture cerebral aneurysm until proved otherwise. اتفقنا يا جماعة؟ أشخص إزاي الساينز؟ الإريتيشن بتاع النيك ستيفنس. في تو ساينز اللي بيتعملوا في المينينجايتس وفي الانكيفالايتس وفي الإريتيشن بتاع المينينجيز وبتاع النيك، كيرنيجز ساين وبرودزينسكي ساين، برودزينسكي ساين وكيرنيجز ساين. برودزينسكي سهلة، أول ما تيجي العيان يكون نايم فلات ومريح دماغه، تحاول تعمل فليكشن تو ذا نيك، فليكشن كأنك بتقرب الدماغ من الشيست، كأنك بتقول للعيان حط دقنك على الشيست بتاعك، ده فليكشن. أول ما يعمل الفليكشن ده تلاقيه مرة واحدة عمل فليكشن في الهب وفي الني، مرتاحش غير كده. فليكشن على مستوى الرقبة مصحوب بفليكشن في الهب والني. أول ما تلاقي شخص عمل كده، دي نيك ريجيديتي، ده منينجيزم، دي منينجايتس، دي انكيفالايتس، دي مشكلة عاملة نيك ستيفنس أو سب أراكنويد هيموريج. دي البرودزينسكي ساين. مال ما هي الكيرنيجز ساين؟ اعمل فليكشن للهب 90 درجة، اسوشيتد مع فليكشن للني 90 درجة. جاست الاريتيشن بتاع الفليكشن 90 درجة اوف ذا هب والفليكشن 90 درجة اوف ذا ني بيخلي المريض غير قادر ان هو
يفرد رجله، يعمل اكستنشن على مستوى الني. يعني من الاخر العيان اللي نايم على ظهره فلات، لو قلت له ارفع لي رجليك خط مستقيم عمودي على الجسم، يعني خلي الهب والني والانكل عاملين خط مستقيم عمودي عامل زاوية 90 درجة مع الجذع بتاعك، مش هيقدر نتيجة النيك ريجيديتي. طبعا الكيرنجز ساين دي انت لو جبت شخص عادي مننا بسبب عدم وجود اللاكسيتي في الليجامنت وما بنعملش تمرينات وما بنعملش رياضة، وقلت له فرد لي رجلك 90 درجة، يديك برجله في وشك 90 درجة مين يا دكتور، انا ماشي بالعافية. وبالتالي انا ارى ان البروتزينسكي ساين اللي شرحتها الاول هي دي اللي سيجنيفيكانت، جاست ان انت تعمل فليكشن على مستوى الرقبة تلاقيه عمل فليكشن على مستوى الني والهب، ويقول لك يا دكتور مش قادر لازم اتنيهم معاي. طيب ماشي، انا كده كلينيكالي حسيت ان فيه مننجايتس، مننجسم، نيك ستيفنس، حاسس ان فيه نيك ريجيديتي، في مشكلة في البرين او السباينال كورد، الدياجنوستيك سي تي. طبعا الحاجات الشيك اللي هي السيريبرال انجيوغرافي بقى او السي تي انجيوغرافي اللي بشخص بيه الارتيريو فينوس مال فورميشن، او اشوف الانيوريزم وضوح الشمس لماح ان صبغه يعني، لكن السي تي وحده يكفي او الام ار اي وحده يكفي. لو عايز تزود تعمل سي تي انجيوغرافي. تريتمنت بعامله كانه تروما بالظبط، الريسوسيتيشن للعيان، واشوف العيان هل في فازوفيجال اتاك، هل هو في نيوروجينيك شوك من السيفير هيديك والبين اللي اسوشيتد معاه، اشوف اسوشيتد معاه برين اديما، اسوشيتد معاه اي مانيفيستيشنز نيورولوجيكال مانيفيستيشنز، السيجرز لازم اعالجها، وادي البنزودايزيبينز. عشان كده احنا بنشرحه مع التروما رغم ان الكوزز بتاعته مش تروما، لكن انا بعامله كتروما. في الاخر خالص افتح السبيس اللي في السباركنويد، وفضي كل الدم اللي فيه، وشوف الانيوريزم واربطها، عمل لها كليبنج بدبسات بدبابيس، اخد لها غرز ريسنتلي. طبعا لا بيفتح ولا اي حاجة، يدخل باندوسكوبي اندوفاسكولار نيورولوجيكال انترفينشن، اسطرة رفاعة خالص عامل زي التيوب، تخترق البرين، تخترق السكال، وتفضل ماشية تخترق الليرز لحد ما توصل في السب اركنويد سبيس، وتشفض الدم وتدخل تعمل كليبنج او تحقن جيل فوم او فومينج ماتيريال او كرايو ماتيريال او كوترايزيشن للانيوريزم، وخلاص يحصل كواجوليشن وتقف الانيوريزم وزوت اي كرينيوتومي، ولا فتح ولا قفل ولا اي حاجة. هذه هي السب اركنويد هيموريج. سؤال ادفانسد بتاع ناس بوست جراديوت، وان كان احد الزملاء من عندكم طلب يا دكتور زي ما شرحت الاكسترا ديورال وشرحت السب ديورال، في حاجه اسمها سب اركنويد، معلش حضرتك اشرحها، وارد تيجي في الامتحان حد عايز يطلع من العشر الاوائل. طيب السؤال اللي بعده المهم، وهو الهيدروكيفالس، وات از ذا مينينج اوف ا هيدروكيفالس. هيدروكيفالس مينز ان ابنورمال اكوموليشن اوف اكسس سي اس اف، كمية من السيريبروسباينال فلويد زيادة within the ventricular or subarachnoid space. طب ventricular احنا فاهمينها يا دكتور، هو already sub، هو already cerebrospinal fluid بيتكون في ال ventricles، ايه اللي يخليه يتجمع في subarachnoid space؟ لان subarachnoid space بيعدي في الكورويد بلكسس of veins اللي رايحة وجمعت فيها السريبروسباينال فلويد ورايحة عشان تصب في الفينوس ساينسز. يعني عايز تقول ان السي اس اف بيمر من الفنتريكولار سيستم لحد ما يمر بالكورويد بلكسس اوف فينز لحد ما يوصل للفينوس ساينسز لحد ما يصب في الاخر في الانترنال جيجولار فين. وارد انه يحصل دايلاتيشن في اي حتة في الباسوي، ده معناه هيدروكيفالس. يعني الهيدروكيفالس في حد ذاته يا دكتور عمرو كمال ليس الا دايلاتيشن في الفنتريكولار سيستم، لكن الكوزز بتاعته قد تكون انكريز في تصنيع السي اس اف، اصبح بيصنع زياده عن اللزوم.
السي اس اف فورميشن اكتر اصبح بيتصنع زياده عن اللازم، او مشكله في التصريف، يا تصنيع يا تصريف. تصريف السي اس اف من الفنتريكولار سيستم لحد ما يوصل الى الفينوس ساينسز قد يمر باي عائق في الطريق، ضيق، انسداد، تحويله، فالفز، حته مسدوده، حته نارو، كل ده هيؤدي الى حدوث الهيدروكيفلس. اذا الهيدروكيفلس ليس الانسداد، عشان في ناس فاكرين هيدروكيفلس يعني اوبستراكشن. لا نو، الاوبستراكشن ده كوز عمل الهيدروكيفلس. الهيدروكيفلس هيدرو يعني ميه، كيفلس يعني برين، برين عايم في الميه، الميه عايمه في الفنتريكولار سيستم وفي السب اركنويد سبيس. ليه؟ زياده في الافراز، مشكله في التصريف. طيب هو اصلا السي اس اف بيتكون فين؟ في الكورويد بلكسس اوف فينز ان ذا لاترال فينتريكل، في لاترال فينتريكلز، في تو لاترال فينتريكلز ان ذا برين، في كورويد بلكسس اوف فينز كونكتد بيهم، بتصب فيهم السي اس اف اللي بيتكون فيها. فيها ساينسز، الكورويد بلكسس دي بتكون السي اس اف. واول ما يترشح السي اس اف من الكورويد بلكسس اوف فينز لحد ما يصب في اللاترال فينتريكل، يطلع منهم على فورة من رفيع خالص اسمه فورة من اوف مونرو، غير مارلين مونرو. مونرو ام او ان ار او دبليو، دي مارلين مونرو ممثلة الشهيرة. اما فورة من اوف مونرو هو مونرو من غير الدبليو، ام او ان ار او. اعتقد ما حدش ينسى ده لما ربطنا مونرو بمونرو، خلاص اتظبطت الدنيا. يبقى الفورمن اوف مونرو ده بيصب فيه كل السي اس اف اللي كان موجود ومتحوش في الثري فينت، في اللاترال فينتريكلز على الناحيتين. الاثنين لاترال فينتريكلز ثرو ذا فورمن اوف مونرو بيصبوا على ثيرد فينتريكل، هما اثنين، واحد واثنين، وبالتالي الفينتريكل الثالث اللي بيتصب فيه في الميد لاين اسمه الثيرد فينتريكل. ايه يا عم الفنتريكلز الكتيره دي؟ بعد كده السيرد فنتريكل ده بيعدي بقناه اسمها داكت اوف سيلفياس. اكو يعني ميه، ما هو سي اس اف ميه، مش الميه دي لما عامت في البرين قلنا هيدرو كيفلس، هيدرو يعني ميه، اكو داكت اوف سيلفياس. يبقى الداكت بتاعت سيلفياس دي كانوا خلوها سيلفيا، كانت رايحتنا. اكو داكت اوف سيلفيا دي خدت السي اس اف من السيرد فينتريكل اللي في الميد لاين الى برضه فينتريكل بعده في الميد لاين اسمه الفورث فينتريكل. يعني هما فور فينتريكلز، اثنين كونوا في الاول عن طريق الكورويد بلكسس، صبوا عن طريق فورامين الى السيرد فينتريكل، عن طريق داكت الى الفورث فينتريكل. والفورث فينتريكل ليه تو فورامينا، فتحتين خرمين اسمهم فورامينا اوف لاشكا، وفورم تال خرم تالت في النص اسمه فورامين اوف ماجندي او مورجاجني. يعني اول السنه انا قعدت اقول، كنت عامل تجميع لما كنت لسه في بدايات شرح الجي اي تي، حد يعرف مورجاجني او ماجندي؟ وناس كتير جمعوهم ساعتها وكتبناهم على الجروب، مورجاجني في المنهج، ماجندي في المنهج. طيب الفورس فينتريكل ده طالعين منه تلات خروم، اتنين لاشكا وواحد فورامين اوف ماجندي او مورجاجني، دول بيعملوا ترانسميشن للسي اس اف تو ذا سب اركنويد سبيس. وثرو ذا اركنويد فيلاي والكرويد بلكسس اوف فينز برضو في الحته دي تسحب السي اس اف وتصبه في الفينوس ساينسز لحد ما يمشي على الانترنال جاجولار فين عن طريق حاجه اسمها السب اركنويد فيلاي اللي هي موجودة في الساب أراكنويد سبيس. إذن الفورميشن في الكورويد بلكسس أوف فينز، والإند في الساب أراكنويد فيلاي اللي هي ثروزا كورويد بلكسس أوف فينز برضو هتصب على البلاد ستريم اللي في الفينوس ساينسز. يحصل في مين الهيدروكيفلس ده؟ في هيدروكيفلس في العيال وفي هيدروكيفلس في الكبار. هيدروكيفلس في الكبار
طب هيدروكيفالس في العيال ماشي، كونجينيتال بروبلم يا دكتور، انكريز في السكريشن، ديكريز في الابزوربشن، كونجينيتال اوبستراكشن. معلش بقى ابتدينا بقى بالغلس، ايه الهيدروكيفالس اللي يجيبه في الكبار؟ الكبير ده عايش من هو وطول عمره لعشر سنين ولخمستاشر سنة ولعشرين سنة زي الفل، الفورميشن متوافق متوازن مع التصريف، ايه اللي جاب له الهيدروكيفالس؟ خد عندك تروما، هيد تروما حصل فيها من الليت كومبليكيشنز او السكندري باثولوجيكال تشينجز سكندري هيدروكيفالس اون توب اوف هيد تروما. الهيد تروما خلت الكرويد بليكسس والفنتريكولار سيستم يرشح سي اس اف بكميات كبيره. الهيد تروما عملت هيماتوما في الاكودكت اوف سيلفياس او في الفورامين اوف مونرو او في التو فورامينا اوف لوشكا او في الفورامين اوف ماجندي. خرم من الخروم دي كلها تسد، دكت من الدكتس دي كلها تسدت، التروما دي مصيبه. اذا الادلتس اول ما اجي اكلمك تقول لي تروما، طب ايه تاني؟ تيومر. اللي خلى التروما سدت ما يخليش التيومر يسد، يعمل انفلتريشن لفنتريكل يقفله، يعمل انفلتريشن لدكت لفورامينا، تروما تيومر انفكشن تيت. فاكرين قناه التيت؟ قناه التيت دي عندنا قلت لكم فين التي اي تي تروما انفكشن تيومرز؟ في السليفري ستونز، قلت لكم الايتيولوجي بتاع السليفري ستونز حروف قناه التيت تي اي تي تروما انفكشن تيومر، تعمل ستيزز تعمل ستونز في السليفري سيستم، ستيزز في الفنتريكولار سيستم، ستيزز في السي اس اف يعني هيدروكيفالس، تروما انفكشنز تيومرز تعمل سكندري هيدروكيفالس اون ادلتس او ان ادلتس. بس كده؟ لا، احنا قلنا ان القصه كلها والبدايه في السب اركنويد والنهايه في السب اركنويد. اي سب اركنويد هيموريج بيبقى اسوشيتد مع سكندري هيدروكيفالس الا لو كان مينيمال. اذا السب اركنويد هيموريج بيعمل سكندري او هيدروكيفالس ان ادلت لايف. اهب البقى انا خلاص، قناه التيت مع السب اركنويد هيموريج دول حلوين، تي اي تي اتش تيت وبعدها اتش، دول الايتيولوجي بتاع الهيدروكيفالس ان ادلتس واضحين وصريحين يا دكتور ومصدقينك وانت كلامك زي الفل. والكلينيكال بيكتشر يا اما هتكون اكيوت في حاله التروما يا اما كرونيك في حاله الانفكشن والتيومرز، تلاقي العيان عنده هيدروكيفالس، ميه ماليه المخ، ضغط على البرين، signs and symptoms and manifestations of increased intracranial tension in the form of changes in mental state, disturbance in conscious level, severe headache, projectile vomiting, papilledema, drowsiness. على الكرونيك مشاكل في الاستابيليتي، مشاكل في الاتزان، مشاكل في التركيز، مشاكل في الكنترول بتاع اليورينري والجينيتال والتفكير والافكار. عارف بالظبط يقول لك من بعد الخبطه الراجل ده توه. الست دي مالها كده؟ بقت مشيتها مش حلوه، مشيتها بقت لا مؤاخذه، دي ست كباره وسنها 50 سنه من ساعه ما وجعت الوجع اللي وجعتها وهي مش موزونه في مشيتها. جده من بعد ما اتخبط الخبطه اللي خدها في دماغه الشهر اللي فات توه، ما بقيش عارفنا وما بقيش مركز معانا. دي التروما بس مش ايرلي، ليت. التيومر ساعات بيكون التيومر مش مدي بريزنتيشنز غير كده، الهايدروكيفاليك تشينجز البسيطه اللي عامله جيت ديس اوردرز، ميموري لوس، يورينري، جينيتال، مش عارف تشينجز في الصوت، في البيهيفير، قله ادب، تعاملات، مش عارف ماشي يغمز للناس، ماشي بس للبنات. ايه يا عم ده؟ دايما يا جماعه يعني عشان تبقوا دكاتره شطار ودكاتره كويسين، لما تلاقي في صدن تشينج في حد ما تاخدوش عادي، السن المش لا مش السن، ما السن دي 20 سنه كبير في السن، اصل هو اليومين دول ايه اللي جد اليومين دول. لما تلاقي حد اتغير، لما تلاقي فيه صادن تشينج، لا خلي بالك. وده الفرق ما بين الجراح او سوري مش الجراح، الدكتور عامه بقى، الدكتور الشاطر والدكتور البليد. الدكتور البليد ما يشخصش غير لما يبقى فيه جريف ساينز. خلاص، ما الجريف ساينز دي يا جماعه بتاع الفول وبتاع الطعميه هيشوفها. هو العين اللي درجه حرارته 40 ده انت مستني تعرف ان هو تعبان؟ ده جيرانك اللي ما بيفهمش حاجه اللي فاتح البقاله يقول لك يا دكتور قريبك تعبان، ده سخن، ده الصهج طالع من جسمه، انت ايه؟ مفيش دم. اما اللو جريد فيفر دي 37.5 و38 عايزه دكتور. تعالى تعالى، انت مش مريحني.
انت همدان، انت ليك فترة مريح، انت ليك فترة ابتديت تخس، مجهودك قل، تركيزك قل يا ماما، في مشكلة في التركيز في الفترة الأخيرة معاك يا جدو، في تشينج في الجيت، في التشينجز دي اللي لاحظها بدري هو الدكتور الشاطر اللي بيشخص بدري ان الناس بتيجي تبوس راسه. يا بيه لولا انتباهك وتركيزك معانا ما كانش الموضوع ده اتشخص بدري، ما كانتش الحاله دي اتلحقت، كان زمانه شغال يلف على الدكاتره الفشله يا دكتور اللي مالين السوق وتتشخص الحاله وهو بيموت، قبل ما يموت يقول الله يرحمه ده كان عنده كذا، عرفناها امبارح قبل ما يموت بساعتين. فيعني للعلم بالشيء حاولوا دايما تخليكم ايه سنسيتيف، سنسيتيف للهيستوري وسنسيتيف للكومبلين وسنسيتيف في الاكزامينشن وسنسيتيف لاي حاجه، خليك حساس من اي تشينج يمر بيه المريض. هتلاقي طبعا الموضوع صعب في الاول، يعني هتلاقي نفسك بتغرق مع المرضى، لان طبعا المرضى المصريين ما شاء الله في اسهال في ترجيع في مغص في سخونيه في صداع في ترجيع طب ايه اللي ما فيش؟ كله فيه. فانت طبعا لو قعدت تركز بقى مع كل ده هتلاقي نفسك تهت، انت برضو ايه بتشوف الشكل العام بتاع الكومبلين او المانيفستيشنز بتاعت العيان ماشيه فين، وتشوف اكتر حاجتين ثلاثه اتراكتنج الاتنشن بتاعه وتركز عليهم. لكن الشعب المصري ده لو قعدت تمشي وراه يوديك النار. طب عشان ما نطلعش من الموضوع، انا بشرح في الهيدروكيفالس بتاع الكبار تيت وسب اركنويد هيمورج، الكلينيكال بيكتشر اكيوت manifestations of increased intracranial tension, chronic شوية هلس. investigations CT hydrocephalus مية مالية المخ الventricular system في CT وفي الرنين dilated خالص، بس خلاص شخصنا. treatment of the cause tumor شيله، infection عالجها، subarachnoid hemorrhage اشفطه، trauma خلاص ده اخد trauma وخلص، ventricular peritoneal shunt ventricular peritoneal shunt وصل الventricles بأنبوبة رفيعة تحت الجلد تعدي في الرقبة وفي الراس وفي الشيست وفي الابدومن لحد ما تصب في البريتونيوم، ورشح المية كلها في البطن، البريتونيوم ما شاء الله عليه شفاضات تشفط اي حاجة مهما كانوا، شوية السي اس اف اللي نفخين المخ فوق وعاملين برين اديم وعاملين انكريس في الانتراكرينيال تنشن، وانس ان انت عملت الشنت الventricular peritoneal shunt خلصت طويلة. فينتريكلز فوق اجيب خرطوم من المخ لحد تحت ليها ريسكس وليها كومبليفيكيشنز، ممكن يتسد وممكن يتني ممكن يحصل عليه انفكشن. طب ما جيب لي وصله يا دكتور من السب اركنويد سبيس في السباين لامبو بيريتونيال، قريبه دي رهيبه رهيبه، بس عارف دي امتى يا صاحبي، امتى يا اصدقائي الاعزاء؟ لو الهيدروكيفالس ده كوميونيكيتنج وليس نوت كوميونيكيتنج، جديده الكلمه دي يا دكتور احمد، هو في هيدروكيفالس كوميونيكيتنج وهيدروكيفالس نون كوميونيكيتنج. ايوه لو انسداد عند ليفل معين ده هيدروكيفالس نون كوميونيكيتنج، فوق السدد دايليتد وتحت السدد عادي كولابس، نفس فكره الانتستينال اوبستراكشن بالظبط، في انتستينال اوبستراكشن نون كوميونيكيتنج وفي انتسانال اوبستراكشن كوميونيكيتنج. الانتسانال اوبستراكشن الكوميونيكيتنج اللي هو مفيش اوبستراكشن الباراليتيك ايلياس، اليومن فاضي وزي الفل ومفيش حاجه سداه ومفيش حركه، ده شلل باراليسيس اوف ذا كوليك. ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن مفيش بنزين عشان العربيه تتحرك لكن الطريق فاضي، الانتستين اليومن بتاعها سليم بس مفيش بنزين ليها عشان تتحرك. كرونيك اسكيما اسكيميك كولايتس، ابدومينال ابوبلوكسي، سادن انسلت في الابدومن عمل سادن بليدنج، ما فيش بلاد سبلاي في الجسم كله اصلا وبالتالي في ما فيش بلاد سبلاي رايح الامعاء عشان تتحرك، ده اسمه ايه كوميونيكيتنج انتسانال اوبستراكشن. طبعا كلمه كوميونيكيتنج دي ما بتتقالش في الانتسانال اوبستراكشن، ده انا بس بفهمكم، دي اسمها نون، الثانيه اسمها ايه ميكانيكال ونون ميكانيكال. في الانتسانال اوبستراكشن هنا كوميونيكيتنج ونون كوميونيكيتنج، لحد في الاوسكي يقول لك كوميونيكيتنج انتسانال اوبستراكشن ونون كوميونيكيتنج، دي كلمه انا بحاول ابين لك ان الطب كله واحد، في انسداد اسمه ميكانيكال، في انسداد فوق اسمه نون كوميونيكيتنج مش واصلين، في سده فوقيها مش موصول مع اللي تحتيها، ما فيش انسداد تحت في الابدومن اسمه نون ميكانيكال، ما فيش ميكانيكال اوبستراكشن فوق اسمه كوميونيكيتنج، الدنيا واصله. لو الدنيا واصله كلها خلاص انا ممكن اصرف من لامبر، لكن انت بقى لو الدنيا مش واصله نون كوميونيكيتنج مسدوده عند الاكوداكت او عند اي خرم
لا ده انت تبقى مجنون، بتوصل اللمبر على البريتونيوم هيجيب ايه يا باشا؟ ده انت بتموت العيان، بتشفط شوية السي اس اف اللي في اللمبر وتنزلهم في البطن. عشان كده اللامبو بيريتونيال شانت ما تنفعش غير في كوميونيكيتنج سي اس اف. الميه نازله من فوق ونازله لك على تحت، نازله 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 ماشي خدها من تحت، لكن الميه مسدود عليها في النص، يبقى لازم تعمل الوصله من فوق السدد اللي هي فنتريكيولو بيريتونيال شانت. دي الحته الصعبه بتاعت الهيدروكيفالس في الكبار. طب خلاص انا بعد ما شرحت هيدروكيفالس في الكبار، الهيدروكيفالس في العيال اصبح تافه تافه جدا. هو اولا الهيدروكيفالس في العيال كومون ولا مش كومون؟ لا مش كومون، واحد من ألف. واحد من ألف ده رقم يعني اعرفش، بالنسبه لي انا شايفه رقم مش قليل قوي. ممكن بالنسبه لكم انتوا هتشوفوا كام عيل هيدروكيفالس، ان جابلتوهم ابقوا جابلوني. طبعا بيحصل ده كونجينيتال انومالي، واذا ذكرت الكونجينيتال انومالي لا تنسى الفاكتريل. اي درس فيه كونجينيتال انومالي، انا ما جبتش سيره الفاكتريل في الكبار، جايب لك سيره الفاكتريل في الاطفال. الهيدروكيفرس بتاع العيال الصغيره تجيب سيره الفاكتريل، فيرتبرال كولم وانوريكتال وكاردياك وتراكيوس فيجيال وليمب ورينال بما فيهم النيور. هيدروكيفالس سباينا بيفيدا منينجو سيل منينجو مايلو سيل سيرينجو مايليا مايلو مش عارف ايه والكلام الهيلوغريفي بتاعهم الجماعه دول اللي كله انكومباتيبل ويز لايف. خلصت البريفالنس، ايه اللي بيحصل؟ ولا حاجه، نفس ما قلت في الكبار، اكسس فورميشن اوف سي اس اف او اوبستراكشن. ده الباثولوجي، يا اكسس يا اوبستراكشن. الكلاسيفيكيشن سهله، ما انت قلت لنا في الكبار نون كوميونيكيتنج وكوميونيكيتنج. الكوميونيكيتنج في العيال الصغيره اي باثولوجي في الساب اراكنويد سبيس عند الكورويد بريكسس، خلى الساينسز اللي في الكورويد بريكسس شغاله تسح تزود سي اس اف. او باثولوجي تاني برضو في الساب اراكنويد سبيس في الاخر خالص احنا وبنلم عن طريق الساب اراكنويد فيلاي اللي بتلم السي اس اف وتاخد السي اس اف في القنطره بتاعتها عشان تصبه في الفينوس ساينسز والكورويد بريكسس. يعني الكوميونيكيتنج انكريز في السكريشن يا اما ديكريز في الابزوربشن، لكن ما فيش انسداد وبالتالي انا قلت كوميونيكيتنج. طب امال النون كوميونيكيتنج هيدروكيفالس في العيال الصغيره اللي هو فيه انسداد زي الكبار، بس ده كونجينيتال انسداد في الاكودكت او في خرم من الخروم الفورامينا. ايه ده الموضوع سهل، هم الكلمتين اللي انت قلتهم في الكبار قلتهم في الاطفال. بس في الكبار انا زودت كلمه التت والسبب اركنويد هيموريج، اما هنا القصه كلها اغلبها بيبقى كونجينيتال. طيب اشهر الحاجات اللي بتحصل تعمل سواء كوميونيكيتنج او نون كوميونيكيتنج هيدروكيفالس في العيال الصغيره، الاكودكت تحفظها وتحطها في دماغك كده. الاكودكت دي ساعات بتكون ديستورتد، الانبوبه دي ساعات تكون عامله زي ايه؟ متنيه، ديستورتد. ديستورتد يا جماعه اشرح ديستورتد بالعربي يعني ايه؟ متنيه. تانيتها دي وعوجاجها ده هيخليها الدنيا مش حلوة، نعمل obstruction أو مسدودة أو stenosed ضيقة. stenosed أو obstructed، الobstructed ده طبعا very aggressive form. العيل من أول ما هيتولد هتلاقي دماغه اتنفخت، ولو ما تلحقش هيموت. طيب ماشي، حلوة الأكودكت of Sylvia دي. الأكودكت بتاعت سيلفيا يا ضيقة يا مسدودة يا distorted. خش بقى على الأرنولد كاياري مالفورميشن، بيحبوا يسألوا فيها رغم ان هي يعني مش عارف ما يعني ما صعبة. اغلب الارنولد كاياري مالفورميشن بتيجي مع العيانين بتوع السباينا بيفيدا اللي عندهم منينجو مايلو سيل، اللي هو ديفيشنسي في البوستيريور كومبارتمنت بتاع الفيرتبري ادى الى ان المنينجيز حصل فيها هيرنيشنز روزا سكين اوف ذا باك. دي المنينجو سيل وجواها كلير فلويد سي اس اف ترانس ليومينانت، او منينجو مايلو سيل طلع فيها معها السباينال كورد، طلع في الساك بتاعت المنينجيز اللي فيها ميه، ساعتها يبقى الميه دي ترانس اوبيك لوجود المايلو السيلز بتاعت او التيشو بتاع السباينال كورد. ذاكر دكتوره ريم كامل منوره.
احنا بنشرح في الهيدروكيفالس. هيدروكيفالس يعني مية في المخ. المية دي بتتكون في الفنتريكولار سيستم وبتترشح عن طريق فيلاي في السبراكنويد سبيس، تاخد السي اس اف ده وتصبه في الفينز. الهيدروكيفالس ده قد يكون الاسباب بتاعته انكريز في السكريشن او ديكريز في الابزوربشن بتاع المية دي، هيخلي المية تترشح وتوسع الفنتريكولار سيستم وتعمل فنتريكولار سيستم دايلاتيشن وتعمل هيدروكيفالس، او انسداد بطول الطريق والباسوي ما بين اللاترال فنتريكلز والسيرد والفورس وشويه الخروم الفورامينا والاكوداكت اوف سيلفيس، الرصه دي كلها لو في انسداد في اي ليفل فيها هيعمل هيدروكيفالس. عشان كده يا دكتوره ريم قسمنا الهيدروكيفالس الى كوميونيكيتنج، مفيش حاجه ساده، يبقى السببين اللي يعملوا الكوميونيكيتنج يا انكريز في الفورميشن يا ديكريز في الابزوربشن. اما النون كوميونيكيتنج في انسداد، عشان كده اللي فوق مش واصل باللي تحت، فوق السدد هيوجلي دايليتد فنتريكولار سيستم، تحت السدد الامور عاديه. يبقى لما اقول لك قسم لي الايتيولوجي بتاع الهيدروكيفالس تقول لي يا دكتور في كوميونيكيتنج وفي نون كوميونيكيتنج، وديك عرفت يا دكتور الكوميونيكيتنج من النون كوميونيكيتنج. اديني اسباب بقى. الاسباب اللي تعمل نون كوميونيكيتنج وتقفل الاكوداكت، ممكن تبقى ضيقه ستينوزد او اوبستراكتد او ديستورتد، شكلها معوج، وبالتالي كل ده هيعيق حركه السي اس اف. تاني حاجه، حاجه اسمها ارنولد كاياري مال فورميشن اسوشيتد مع السباينا بيفيدا، تايب مانيفست منها اسمه منينجو مايلو سيل، والتايب ده فيري اجريسيف، ولو ما تلحقش وتعالج بدري العيال دي بتموت. طيب المنينجو مايلو سيل طب ايه اللي بيحصل في الارنولد كاياري مان فورميشن؟ هي فتاج هيرنيا. هيرنيا سبحان الله، ما هو اللي تحت اصلا السباينا بيفيدا دي هيرنيا، السباينا هيرنيتد سيروزال سكن، المننجيز بالسي اس اف بالسباين اللي جواهم في المننج مايلو سيل هيرنيتنج وطالعين من السكن، وعلى فكره بيدوا امبلس اون كراينج مع الكحه والبوكا بتاع العيل، بيدوا امبلس، ولو ضغطت كمان تقعد تخبط فوق على الانتيرور فونتانيل هتسمع البلسيشنز تحت في المننج مايلو سيل. يعني دي من الاخر المننج مايلو سيل هيرنيا، وبنحطها في الديفرنشال دياجنوز بتاع الحاجات السويلنجز اللي بتدي اكسبانسايل امبلس اون كوف. خلاص الارنولد كاياري طالما مسحوب بيها اعتبر الارنولد كاياري ده هيرنيا. وفعلا يا دكتور ريم الارنولد كاياري مال فورميشن ده عباره عن هيرنيشن اوف ذا سيريبيلر تونسيلز، اللوزه بتاعه السيريبيلم بتسقط من الفورامين ماجنم، تعمل كومبريشن على الفنتريكولار سيستم السيرد والفورس والاكوداكت والفورامينا اوف مونرو ولاشكا وماجندي والحاجات الحلوه دي كلها اللي بتصرف السي اس اف. عشان كده الارنولد كاياري مالفورميشن برضه نون كوميونيكيتنج. لو تلاحظ ان كل الاسباب بتاعت العيال لحد دلوقتي نون كوميونيكيتنج، ودي المشكله، دي مشكله. راس العيل ده هتكبر 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 وهتضغط على البرين، وبرين تشينجز وساينز وسيمتومز اوف انكريز انتراكرينيال تنشن، العيال دي لازم تتلحق. طيب ده الارنولد كاياري مالفورميشن وهو هيرنيا اوف ذا لوزه، اللوزه بتاعت السيريبيلم سيروزا فورامين ماجنوم. خد كلمه بالهيلوغريفي تاني، داندي ووكر سيندروم. هنا بقى ده كوميونيكيتنج، ده سيستيك دايلاتيشن في الفنتريكولار سيستم ميلي سيرد والفورس. ايه ده ايه ده ايه ده السيستيك دايلاتيشن يعمل اوبستراكشن؟ اه يا باشا، مش انا شالح كوليدوكال سيست، شرحت درس الكوليدوكال سيست في الاوبستراكتيف جونز وقلت لك ده سيستيك دايلاتيشن على مستوى البيلياري سيستم، قد يكون ديفيوز وقد يكون لوكالايزد وقد يكون اكسترا هيباتيك وقد يكون انترا هيباتيك وقد يكون انترا واكسترا. ايه ده ايه ده ايه ده السيفن تايبس او السكس تايبس بتوع الكوليدوكال سيستيك دايلاتيشن بتاع البيلياري سيستم اللي شرحهم توداني بتاع ايطاليا؟ اه كانوا بيعملوا اوبستراكتيف جونز. اه كنت بقول لك انها بتيجي في العيال من 5 ل 8 سنين. اه ذا موست كومون كوز اوف اوبستراكتيف جونز في تشايلد سيستيك دايلاتيشن اوف ذا بيلياري سيستم، وتقول له التوداني كلاسيفيكيشن بتاع الكوليدوكال سيست. نفس الكلام سيستيك دايلاتيشن الداندي ووكر سيندروم، سيستيك دايلاتيشن في الفنتريكولار سيستم تحت خالص الثالث والرابع هيعمل اوبستراكشن، بس اوبستراكشن كوميونيكيتنج، مفيش سدد، هو السيستيك دايلاتيشن هو اللي عمل ستيزز. ده اول نوع الداندي ووكر سيندروم اللي بيعمل كوميونيكيتنج هيدروكيفالس في العيال الصغيره. انا شايف كفايه كده نوعين نان كوميونيكيتنج ونوع كوميونيكيتنج. عايز تقعد حف تزود نفسك بقى تيومرز في العيال الصغيره، انفكشنز شويه اللي قلتهم في الادلتس، تيومرز انفكشنز تروما،
سب اركنويد هيمورج التت والاتش يعني قناه التت التي اي دي تروما انفكشن تيومرز والسب اركنويد هيمورج. جبتهم في الاخر ليه هنا؟ لان هم مش كومون، الكومون الكونجينيتال. طب خش على الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهيدروكيفالس في العيال الصغير، هو هو بتاع الكبار. symptoms and signs or manifestations of increased intracranial tension. طب العيل هيقول لك انا مصدع، لا هيبكي. العيل هيقول لك انا عندي disturbed conscious level، انت هتلاقي العيل غايب عن الوعي، هتلاقي العيل بيرجع. امال انت بتعرف ازاي في العيال الصغيره؟ راس يا باشا، المخ اول manifestation بتبان في العيال الصغيره. اول ما تلاقي راس العيل كبرت شيرين عوض منوره، بنتكلم في الهيدروكيفالس في العيال الصغيره الكلينيكال بيكتشر بتاعته. ممكن يحصل بيفور كلوجر اوف ذا سوتشرز بدري، وممكن يحصل افتر كلوجر اوف ذا سوتشرز. طبعا الأسوأ ان هو يحصل قبل الكلوجر اوف ذا سوتشرز بتاعت مخه الزجزاج السوتشر لاينز، ولا بعد؟ طبعا الأسوأ ان هو يحصل بعد ده، بعد الكلوجر الاعراض بتبقى اجريسيف جدا، لانه الدايلاتيشن بيبقى محكوم، بتبقى الدنيا اندر تنشن. عشان كده الفوميتنج بيبقى سيفير، وبيحصل ديستربت كونشس نيفل ايرلي، والهيدك بيبقى فيري سيفير، والبليرنج اوف فيجن، والعيال بتيجي يجيلهم سكوينت ومصايب. اما اللي هو بدري خالص سينس بيرز ده اللي هو ايرلي قبل ما السوتشر لاينز تقفل في السنه ونص الاولانيين، لا يا باشا عادي، هتلاقي راس العيل كبرت وعمل لك المكوين ساين دي كانها عامله زي البينج، عامله زي البينج بونج كده، نفس الايج شيل كراكلينج. عارفين البيضه المسلوقه انت وبتقشرها لما تفضل تخبطها في حاجه ناشفه بقى وتديك الصوت ده؟ راس العيل كده. والانتيريو الفونتاليل تلاقي فيها بلج نتيجه الانكريزد انتراكرينيال تنشن، وتلاقي الفينز دايليتد، وتلاقي راس العيل كبيره. خلاص وضحت الدنيا كده، هيدروكيفالس وبان في العيال الصغير. يبقى الهيدروكيفالس الكلينيكال بيكتشر بتاعته الكلينيكال كملين في الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهيدروكيفالس في العيال الصغيره السنه او نص الاولانيين، راس العيل هتكبر، هتدي السانسيت ابييرنس ودايليتد فينز وتنس انتيرو فونتانيل والمكوين ساين كورتل بينج، وكفايه كده. بعد السنه ونص الاولانيين قفل الانتيرو فونتانيل، خلصنا. مانيفستيشنز اوف انكريزد انتراكرينيال بريشر اجريسيف وعنيفه، هيديك، بليرنج اوف فيجن، سكوينت، فوميتنج، العيل كراينج باستمرار، العيل حاسس ان هو اندر تنشن. الاكس راي طبعا هشوف الاكس راي بتاع السكال، في حاجه اسمها بيتن سيلفر ابييرنس اللي هو يعني كانها عامله زي ايه الفينجر برينتس كده، ولا ليها اي لازمه. القصة كلها سي تي و ام ار اي زي الكبار، قلت لك الدياجنوز سي تي و ام ار اي دايليتد فينتريكولار سيستم، خلصنا. عشان ميزة السي تي و الام ار اي هيقول لك الدايليتيشن فوق ولا تحت، وده كوميونيكيتنج ولا لا، وفي اوبستراكشن على مستوى الاكودكت ولا على مستوى فورمن من الفورمنة، والتريتمنت اغلب العيال الصغيرة الهيدروكيفالس بتاعهم نون كوميونيكيتنج، اول تو تايبز الكياري والكونجينيتال بروبلمز، وبالتالي فينتريكيولو بيريتونيال شانت. طبعا بتوع النيورو سيرجري لما بيجيبوا سؤال الهيدروكيفالس يحبوا تكتب لهم بالخط العريض، عشان هم سيرجونز بقى ويقفلوا الباب على بتوع النيورو سايكاتري والعجن بتاعهم. يا دكتورة شيرين انت ودكتورة ريم يحبوكم تكتب له في التريتمنت بتاع الهيدروكيفالس بالبند العريض نو رول اوف ميديكال، زي احنا كده في الانجوينا ريجون في الفتاجات والحاجات دي، احبك تكتب لي بالبند العريض نو رول اوف ميديكال، ما يروحش الدكتور بطنه يعجن هو وهو مع بعض، ودول برضو ما بيحبهمش يروحوا بتوع الهيدروكيفالس يعجنوا مع بتوع النيورو سايكاتري. No rule of medical treatment. هتعالج الهيدروكيفالس. It should be drained surgically. وطبعا بعد ما بعمل الشنط او قبل ما بعمل الشنط لازم برضو اشوف الكوز، لازم اعالج الكوز. لو تروما او تيومر او انفكشن او سبأرتنويد هيموريج بعمل معاه الشنط. طبعا الشنط في العيال الصغيرة في منها اشكال كتيرة بقى، مش فنتريكولو بريتونيال بس، بنحاول نخفف عنهم. فنتريكولو اتريال، فنتريكولو بلورال، وخد عندك في الكلام ده كله، بس الفنتريكلو اتريال والبلورال التكنيكس بتاعتهم صعبة والكمبليكيشنز بتاعتهم اكتر
اخر حاجه اخر حاجه كلمه كاتبها استاذنا الدكتور هاني رفيق، وانا بعشق الدكتور هاني رفيق، راجل ساينتيفيك يعني، ومن الناس المحترمه جدا في الشرح في توصيل المعلومه. الاندوسكوبيك او الاندوفاسكولار سيرجري، زي ما شرحناها في الفاسكولار وزي ما شرحناها في النيورو في التروما، ادينا بنشرح الاندوفاسكولار سيرجري في الهيدروكيفالاس، يركب صمام يعمل باي باس بيه او يوسع بيه الحته اللي دايليتد بحته بانكشن صغيره ثرو اندوسكوبيك فينتريكولوستومي اوستومي، فتحنا فتحه صغيره او حطينا ستنت وخلصنا على كده، صرفنا الدنيا اللي كانت ضيقه او الدنيا اللي كانت نارو. خلصت الهيدروكيفالاس، هشرح البرين ابسس وبعدين اديكم ريست عشان عندي شويه شغل، واخر الليل نكمل البرين تيومرز، وكان الله بالسر العليم ما حدش يجيب لي سيره النيورو ده تاني. ايه البرين ابسس وانا ليه قلته رغم ان انا مستعجل وعايز امشي؟ خراج ستامبت انفكشن. البرين ابسس هو البريست ابسس، الايتيولوجي والبريديسبوزنج فاكتورز ستيزز، خلى الدنيا عفنت. انفكشن جاي عن طريق البلاد، جاي عن طريق دايركت ستراكشر، جاي عن طريق الاير، جاي عن طريق الاي، جاي عن طريق النيزل ساينسز، جاي عن طريق الماستويد ابيريتس، هيماتوجينس سبريد من هيماتوجينس اوستيومايلايتس، لوز التهاب في الاسنان، انفكتيف اندوكاردايتس، تروما هيماتوما وعفنت بلاد ومحدش فضاه، وكان كميه كبيره وتثابت لحد ما عفنت والبلاد كوليكشن تتحول لابسس. عمليه قبل كده اندر كومبليت سيبتيك كونديشنز، كرينيوتومي فضينا اكسترا ديورال، فضينا سب ديورال، فضينا سب اركنويد، ولا في تعقيم ولا في اي زفت والات ملوثه في المخ، هتعمل برين ابسس ليتر اون. عيان اميونو كومبرومايزد، القصه مش انفكشن من بره، ده هو اوريدي العيان بياخد ستيرويدز، بياخد سايتوتوكسيك دراجز، عنده رينال فيلير وعنده ليفر سيل فيلير وعنده كل الحاجات فيها فيلير، وبالتالي الكومنسلز العاديه عملت ملتيبليكيشن وتكاثرت لحد ما بقت باثوجينيك وعملت ابسس. يعني ستامبت انفكشن يا دكتور على الكوزاتيف اورجانيزم ستاف ستريبت ايكولاي نيموكوكاي، ايه ده ده هو نفس الكلام بتاع الابدومين. بس اللي عارفين لو شطار برضو زي ما استاذنا الدكتور هاني رفيق حفظنا قال لك لو انت عايز تاخد النهايه في البرين ابسس تقول له لو الكوز بلاد سبريد ديستريبت او ستاف، لو الكوز تروما السكين هو اللي دخلها ستاف، لو الكوز من الاير ساينوسز ستريبت نيموني، لو الكوز من الودن بكتيريويدز وستريبت وايكولاي. طبعا انتوا ولا حد فيكم هيفتكر الكلام ده كله ولا الهلس ان انا بقوله، معلش انا اسف انسوهم. انت رص رصة البكتيريا مع بعض كلهم وخلاص، هات له الاستاف والستريبت والايكولاي والكليبسيلا والسالمونيلا. لا سالمونيلا ايه بقى يا جماعه اللي هتروح المخ؟ انت تكتب بس ما تهبلش، استاف وستريبت وايكولاي وبكتيريويدز كفايه. شوف الشياكه بقى والجمال، تقول له الاميونو كومبرومايزد الفانجاي بتيجي، الكانديدا والتوكسوبلازما. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعت البرين ابسس، ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت البريست ابسس؟ ثروبنج بين، البين في الهيد سيفير هيدك، سيفير انتراكتابل هيدك، برضه اسوشيتد مع نوزيا وفوميتنج، واسوشيتد مع مانيفستيشنز اوف انكريزد انتراكرينيال تنشن، تشينجز في الكونشوس ليفل، بروجكتايل فوميتنج، بابيلي ديما. الفيفر هنا بقى هاي جريد فيفر. طب ممكن الفيفر تكون لو جريد؟ لو الابسس لسه صغير ايرلي ابسس، لكن لو الابسس كده استوى جوه المخ وتسلطن وعمل التعشيشه الحلوه هاي جريد فيفر. طب دي ستامبت الانفكشن، نفس الكلام زي البريست نفس البرين، مفيش البرين ما يفرقش حاجه؟ لا طبعا يفرق. البريست ابسس الخراج مهما كان كبير ولا صغير ولا متوسط هيضغط عليه، يعني هياكل ايه؟ الميلك داكتس في داهيه. انت بتتكلم على موتور اريا هنا وسنسوري اريا وسبيتش سنتر ومش عارف ايه وجيت سنتر وكيمو تريجر زون وريسبيراتوري كنترول سنتر، ايه ده ايه ده؟ يعني في اسوشيتد مانيفستيشنز نتيجه الكومبريشن بتاع الخراج يا دكتوره شيرين انت دكتوره ريم. سيجرز، صرع في كل حته في المخ والاعصاب. هتعمل ايه بقى؟ personality changes behavioral changes aphasia dysarthria hemiparesis hemiplegia
اي مانيفستيشن نيورو اكتبه، ما حدش يقدر يقول لك غلط. الله اعلم الخراج ضارع فين يا دكتور، انت زعلان مني ليه؟ خراج في السيريبيلوم هتلاقي العيان مش عارف يتمشى، خراج في البونز والبرين ستيم والميدالا والمواضيع دي هتلاقي العيان شغال يرجع، والريسبيراتوري سيستم فيه تشينجز والريتيكولار فورميشن فيها تشينجز، خراج فرنتال قدام بيهيفيرال تشينجز، خراج في الاوكسيبوت ورا في العين بقى. طيب الانفستيجيشنز بتاعه الابسس ايه؟ ما فيش حاجه طالعه، ما فيش حاجه اخد منها كالتشر سنسيتيفيتي، اعمل سي بي سي اي اس ار اللي هم مين الويندو بتاع الانفكشنز، السيبتيك ويندو، الاي اس ار والسي ار بي والسي بي سي، واشوف الوايت بلاد سيلز، واشوف اللاكتيد هيدروجينيز، واشوف الامايليز، بحاول اتحايل على الانفلاماتوري بروسيس اللي فوق عشان اشخصها. سبيسيفيك سي تي او ام ار اي هتلاقي الفوكال ليجن بتاع الابسس، وهتلاقيه من بره نفس فكره، فاكرين الابسس في الليفر كنت بقول لك بيبقى فيه هاله من بره عامله زي الكوره، عامله زي الدايره قصدي، بتحيط بالخراج، الخراج هايبودنس ليجن بس معفن ما فيهوش فاسكولاريتي، الفاسكولاريتي من بره عامله زي الهاله. يبقى تلاقي فوكال ليجن هايبودنس يعني مش واخد ايكوجينيستي في الاشعه، الاشعه السينيه، ما هو السي تي ده اكس راي يا جماعه، السي تي ده اكس راي بكميات كبيره سلطتها على المخ، الحتت اللي تاخد الاكس راي تبان لونها ايه؟ غامق، الحتة اللي ترد لك الاكس راي ولا يخترقها زي البون تبان هايبر دينس. هنا دي ميه يمر فيها الاكس راي، مر فيها الاكس راي وتبان هايبو دينس. دكتور محمد الحمال اهلا بيك. ويبان من بره في سيركل اوف انهانسمنت او هايبر دينس سيركل حوالين الخراج. طيب بالانجليزي اسمها area of hypodense lesion with peripheral enhancement. enhancement يعني صبغة، الصبغة من بره peripherally enhanced عاملة زي الدائرة حوالين الخراج. التريتمنت بصوا يا جماعة، اي خراج في العالم في اي حتة في الكرة الارضية التريتمنت بتاعه incision ودرينج، ما عدا ثلاث خراريج A و B و C. الاميبك في الليفر اشفضه الاول، لو معرفتش تشفطه اعمل له درينج اكسترا بالورال اكسترا بريتونيال من الانتركوستال سبيس او الريب رقم 12. ارد على التليفون معلش. مكملين عشان امشي واشوف اللي ورايا وبعدين نرجع اخر الليل نكمل البرين تيومرز. قلت كل الخراريج اللي في العالم يا دكتوره شيرين ويا دكتوره ريم بتتفتح وتتنظف وتتفضى ويتحط فتيل ويتغير عليها بميه اكسجين وبتدين، ما عدا ثلاث انواع من الخراريج حاول تكون كونزرفاتيف معاهم. الاميبك في الليفر عشان الاميبا فيري اجريسيف، لو فتحت عليها تاكل السكين وتعمل اميبيزيس كيوتس وهتاكل البلوره وهتاكل البروتونيوم وهتبقى سبريد في الابدومن كلها، وهيبقى العيان عباره عن شله اميبا، اميبا وطلع لها بني ادم، وده مش صح، ده التصرف مش كويس منك، يبقى اشفضه افضل. والبي هو البرين، المخ يا جماعه ده مش لعبه، مفيش حاجه اسمها افتح كرونيتومي وخش نخر في المخ جوه بقى وشيله وحطه وشفط بالشفاط وفض الصديد، بالله عليك هيبقى في عيان فاضل في مخ قاعد للعيان؟ ده عامل زي الجيلي يا جماعه المخ، وارق من الجيلي، انت لو شفط بشفاط شفط المخ العيان. طب وبعدين فتح خراج في المخ ده مش بالساهل، طب اما الخراج المخ يا دكتور يعني انا هعمل له ايه دلوقتي يعني؟ والله لو الخراج ده صغير يا دكتور يا دكتوره شيرين يا دكتوره ريم، ربع سنتي نص سنتي، ده لسه شويه بس صغيرين، ما تنزل عليه بقى نزله مضادات حيويه اجينست الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والانيروب، وادي له فلويدز وادي له فيتامينز وادي له مينرالز وحسن الجنرال كونديشن وارفع مناعته يا اخي، وقف الاسترويدز وصلح الليفر بروبلمز والكيدني بروبلمز وصلح الجنرال كونديشن على امل توكيل الاورجانيزم، ويظل واحد سنتي من استرايل بس قاعد في مخه خلاص، والحمد لله رب العالمين زي الفل. طيب ماشي، فشل الموضوع، فشل الكونزرفيشن ده، انا حتى اديت شويه استيرويد عشان اقلل البرين اديما واعمل انتي انفلاماتوري افكت على الخراج مع السايد افكتس بتاعت الاستيرويدز، بس اهو اديتهم عشان ما افتحش المخ، فشلت الميديكال والخراج زاد، ده مش فضل زي ما هو ده كبر، او الخراج ده مالتي لوكيولر الصلع الزين،
والخراج ده البص اللي فيه سك، ولا راضي يدوب، ولا فيه مضادات حيوية جايبة فيه ولا حاجة. أول عند عنده مجموعة من الخراريج، مش واحد بس، ده 3 4 5، عايز تديله ميديكال لمين ولا لمين ولا لمين ولا لمين؟ ولا الخراج ده في حتة حيوية وعامل كومبريشن على الريتيكولار فورميشن، ولا عامل كومبريشن على الكيمو تريجر زون، ولا عامل كومبريشن في السيريبيلا؟ مفيش هزار بقى، ده هو وجود الخراج في حد ذاته هو اللي عامل المشكلة. او العين فيري باد جنرال كونديشن، لا يحتمل تدي فيه مضادات حيويه، لازم تفتح خلاص. يا اما اعمل كرينيوتومي عن طريق البير هول، 3 4 حفر بالشنيور، وبعد كده بالمنشار اوصل الحفر ببعض وارفع الفلابه دي بتاعت الكرينيوم، وراح فاتح الخراج، وراح ادخل بالراحه خالص من غير سكشننج ولا حاجه، بالات رفيعه خالص، اخد البص واطلع بيه، ما اشفطش، هشفط البرين تيشو مع الصديد، مفيش شفط، وكسر واقطع اللوكيوليشنز بالراحه عشان احوله لوان كافيتي. لو في فورين بودي ولا حاجه من تروما قبل كده اعمل له ريموفال. طبعا النيو الاندوفاسكولار، هي الاندوفاسكولار في كل حته، برضو في الخراج انا ممكن اعمل من غير الكورنيوتومي ومن غير البير هول ومن غير الكلام قله الادب ده اندوفاسكولار انترفينشنز، وافضي الخراج. حاجه اسمها ستيريوتاكتيك اسبيريشن. ستيريوتاكتيك يا دكتوره شيرين عوض، قلتها فين؟ قلتها في البريست. لما تبقى فيري ماينيوت ماس مش متشاف اصلا بالسونار، عامله مايكرو كالسيفيكيشن، بانت في البريست ماموجرام، اجيب ابره رفيعه خالص اندر ذا افكت اوف ماموجرافيك فيو، واروح داخل واخد ستيريوتاكتيك بايوبسي. هنا ستيريوتاكتيك اسبيريشن ودرينج للابسس. والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.